تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، يسعد صباحكم بحلقة جديدة من صباح رمضان. مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم يا رب دوام الصحة والسلامة والعافية، ومثل ما متعودين دائما ببداية كل حلقة من صباح رمضان راح نبديها بالعناوين. لأول أيام العيد أجواء مميزة ونكهة مختلفة، وبخصوص هذا الموضوع حبينا أن نسألكم مشاهدينا، ما هي طقوسك التي اعتدت على فعلها بأول أيام العيد ومع من؟ اضطراب الجهاز الهضمي للصائم بعد الإفطار، هذا ما سنتعرف عليه من ضيفتنا اختصاصية الجراحة العامة والناظور الدكتورة زهراء أحمد. وفي محافظة السليمانية، خبز الكوليرا الكردي من أهم الأصناف التي لابد ما أن تتواجد في سفرة المائدة الرمضانية. أما بالأخبار المنوعة، أهم الطرق لاستعادة نظام غذائي صحي بعد رمضان وموازنة مستويات الكوليسترول، يعد زيت الخردل الخيار الأفضل في طهي المأكولات الرمضانية. الطرش العراقي من أهم الأصناف المقبلات الرمضانية بأنواعها وأصنافها المتعددة في محافظة الأنبار. أما سؤالنا التفاعلي مشاهدينا الكرام، كيف تقضي أول يوم العيد ومع من؟ طبعا تقدرون تشاركونا بكل آرائكم من خلال لصق الكيو آر كود اللي ظهر أسفل الشاشة، بالتالي راح يأخذكم بصفحة قناة الشرقية على الانستغرام وراح نقدر نقرأ تعليقات حلقة اليوم. طبعا بالتأكيد لكل شخص طقوس معينة، لكل شخص يفضل مثلا زيارة أشخاص معينين، بعض الناس يروحون البيت أجدادهم، رح نعرف انه انتم وين تقضون اول يوم العيد من بعد ما نبلش وياكم الحلقه. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. مع انقضاء شهر رمضان المبارك، تستعد العائلات العراقية لاستقبال عيد الفطر بكل بهجة وسرور، وعلى الرغم من أن الأطفال هم أكثر من يشعرون بالفرحة الخاصة بالعيد، إلا أن الكبار أيضا يجدون متعة كبيرة بتقديم العيدية، استقبال الضيوف، وأيضا تزيين البيوت وتحضير الملابس الجديدة لهذه المناسبة السعيدة. وبالرغم من أن كافة العوائل العراقية تحتفل بالعيد، لكن لكل عائلة طقوسها المعينة بالاحتفال خصوصا بأول يوم العيد. فهناك من يفضل إعداد الفطور الصباحي الذي يجمع كافة أفراد العائلة، وهناك من يفضل السفر، وآخرين يفضلون التنزه والخروج للأماكن العامة مع الأصدقاء. ومن هذا المنطلق حبينا أن نسألكم مشاهدين الكرام، ما هي الطقوس التي اعتدت على فعلها بأول يوم العيد ومع من؟ صباحكم مشاهدينا واهلا وسهلا بكم، وكل عام وانتم والف خير بمناسبه عيد الفطر السعيد. طبعا مثل ما نعرف باول يوم من ايام العيد تكون اكو نكهه خاصه لهذا اليوم، واكو طقوس في داخل بيوت كل عائله عراقيه. خلي اليوم نشوف الناس شلون يحتفلون باول يوم بالعيد ويا منو بالضبط. خليكم ويانا. مرحبا، شلون حبيبي؟ اهلا وسهلا.
كل عام وانتم بخير، ينعاد عليك وعلى الاهل بالصحه والسلامه والعافيه، عيد مبارك. حبيبي وانت بالف خير، ينعاد عليك بالصحه والسلامه، يا رب اشوفك احسن شيء عمري. حبيبي احنا اليوم بدنا نسال الناس شنو اجواءك بالعيد؟ يعني شنو تحبين تسوين اول يوم العيد؟ تعرفين احنا كليتنا اول ايام العيد عندنا اجواء خاصه، اكو ناس تحب انه تروح البيت قرايبها، اكو ناس تحب تطلع، صديقاتي يسوون لما ببيت واحده من الصديقات، انت شنو اجواءك باول يوم عيد؟ اجواء اعتياديه، بس احنا لازم يعني احنا ربنا من احنا صغار لهذا عمرنا انه نروح بيت جدنا، نعيش الطقوس مال العيد. زين يعني اول يوم تروحين بيت جدنا؟ اي والله ما اطلب البيت الصراحه ابدا. زين اكو بنات من عمرك هناك تقضين وياهم وقت حلو انه تغيرين جو ولا لا؟ تحاولين تشبعين من سوالف الجد والجده؟ لا انا يعني بيبيتي وجدي هم متوافقين، بس احنا كبنات بنات خال وبنات الخالات نجمع و اي نعم. ثاني يوم ثالث يوم شو تسوي؟ ارجع البيت واقضيها نوم. ها هي حبين النوم؟ زين الناس بالعيد تتونس تطلع، انت قضيتها نوم؟ اي احسن شيء. طقوسنا اول يوم العيد نبقى بالبيت، يعني نحتفل ويا العائله واللمه والاجواء، ونحب ثاني ايام يعني الايام العيد نطلع او نروح مثلا لقرايبنا او البيت خاله ونحتفل يعني احنا وخالاتي. يعني الاولويه واحد عايد قرايبه، مع العلم انا ما احب قرايبي. لا هسه سمعوك كلهم عادي وذا. والاولويه الاصليه الاهل، الام، الخوات، الاهل بمعنى بصوره عامه. وهذا اني سوالف منا ومنا انا هي سوالف منا ومنا. شو تسوي باول يوم العيد؟ احكي لنا. متى قلت لي ثاني؟ انت فضحت نفسك على الشاشه خلاص وقلت ثاني ما احب قرايبي، ارد اعرف المنا والمنا. يعني مثلا تكمل ان هذني سوالف السلام وما سلام، تروح تشوف اكو واهس تطلع تطلع، ماكو واهس تروح هذاك وين الكوف بصفك وتقعد بالكوف. يعني الاهل يسوون كليتشه والاجواء العيد الحلوه، ويعني طلعات وطبات اي حلو العيد، يعني اجواء كلش حلوه. زين انت تحب الكليتشه؟ والله مو كلش وياها. اي مو وياها مو كلش. عاد شنو تحب من طبخ والدتك؟ احب التبس مالتها. اي بس التبس احبه. والله بداية تعرفون خلص رمضان، فورا رمضان شيء اكيد راح نبدا بغدا، وشيء اكيد ما تخلص السفره من الدولمه والسمك، وشيء اكيد يجون اهلي وعمامي تعرفون بعد تلتمون بالضبط. اي نلتم. اي بالضبط نلتم بيت جدي. بيت الجد تكون بيت الجد. اي نعم. زين منو بما انه لما راح تكون ببيت الجد فاكيد اكو شخص هو المكلف انه يطبخ هذه الطبخات، منو يطبخ؟ على اكثر امي عماتي اذا تجي. اي هذول الاثنين. يعني منو اطيب اكل؟ اطيب اكل مالت امي. هو اكيد طبعا كل واحد يأكل. اكيد مالت امي. هو عادي اول يوم العيد واحد ما يطلع زيارات للاقرباء للاهل، يعني عادي ما بين العائله يعني نقعد قاعده سوية، يعني هو هذا الكليتشه مثل العراقيين هذا. ليش طيبه خالص؟ والله سويتها بنت اخويا لي. هل السنه انت ما سويت لهم كليتشه؟ لا سويت ليها قبل يومين. زين خل اريد اعرف اللمه هذه دائما وين تصير؟ بالبيت بيتك انت لو بيت الجد والجد؟ لا عادي بيت اهلي، يعني هو بالنسبه جدهم وبيتهم متوفين يعني فاروح الاهل، يعني عادي تصير لمه حلوه بين خوالهم وخالاتهم. اكيد ويا عائلتي، بس اول يوم العيد لا ما عندنا طلعات بالعيد لان ازدحام وما نقدر يعني لا ما نطلع. زين تحبين تطلعين؟ أطلع يعني خلال فترة الازدحام هاي لا ما أحب أطلع، يعني قبل العيد أطلع أو بعد العيد أو بعد العيد. يعني نعرف يعني من هذا نستنتج أنه أنت زين كملتي طلعاتك كلها قبل العيد. إيه عرفتي هسه بديت أطلع.
رجعنا وياكم مشاهدين الكرام وتابعنا وياكم استطلاع حلقتنا لهذا اليوم، وسألنا الناس وين تقضون أول يوم بأيام العيد ومع من تحبون قضاء هذا اليوم. طبعا الكثير من الأشخاص مثل ما تابعنا وياكم بهذا الاستطلاع أنهم مثلا يفضلون زيارة الأقارب، البعض الآخر يفضلون مثلا الذهاب لمطعم وتناول الإفطار صباحا مع الأصدقاء. يعني احنا مثل ما نقول احنا الريوق العراقي، يعني احنا متعودين دائما على الريوق يصير بأول يوم العيد. طبعا خلينا نقرأ شوي من التعليقات اللي شاركتونا بها بصفحة قناة الشرقية على الانستغرام حتى نعرف أكثر أو نتعرف أكثر على شنو هي أو وين تقضون أول يوم بأيام العيد. طبعا مصطفى كاتب: الصراحة أني أول يوم كنت أروح أحاكي أمي حتى أبويا ينطيني عيدية أكثر من العيد اللي قبله. طبعا العيدية هي تبقى طموح كل شخص بينا من كنا صغار، والصراحة أنا أشوف هو يعني متعة العيد وفرحة العيد تكمن بهذه العيدية. مشاهدينا الكرام احنا راح نرجع ونقرأ المزيد من تعليقات حلقة هذا اليوم، لكن من بعد ما نروح وياكم لضيف حلقتنا بعد الامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة والبدء بعدها بتناول وجبة الإفطار خاصة وإن كانت مأكولات شهية ومنوعة. يشعر الصائم بالتخمة أو الخمول أو الانتفاخ وبعض الأعراض التي تحدث نتيجة الاضطرابات الخاصة الموجودة بالجهاز الهضمي. ولمعرفة كيفية الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي بعد الإفطار استضفنا معنا بالاستوديو اختصاصية الجراحة العامة والناظور الدكتورة زهراء أحمد. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا بك بصباح رمضان. دكتورة طبعا احنا دائما متعودين نشارك هاشتاج حلقتنا ويا كل الضيوف اللي يجونا، فبعيدا عن الجراحة وبعيدا عن الاضطرابات الخاصة بالجهاز الهضمي، شلون تقضين أول يوم بالعيد ويا من تقضيه؟ أكيد أول يوم نقضي ويا العائلة ويا الأهل، الأم والأب، يعني هاي أهم شيء بالعيد. وأحلى العيد حالات العيد إنه تشوف أمك وأبوك. فعلاً. أي الله يحفظ أمهاتنا إن شاء الله وأباها. الله يحفظ الأهل. طبعاً دكتورة اليوم بدنا نحكي عن الاضطرابات اللي تحصل للصائم بعد الإفطار. شنو هي الاضطرابات اللي تحصل؟ خلينا نحكي هو شنو الجهاز الهضمي بالبداية حتى يعرفون المشاهدين. الجهاز الهضمي هو يبدي من الفم ولحد المقعد. الاضطرابات اللي تصير هي الخربطة أو التغيرات اللي تصير بعد الصيام، تبدي من حرقة المعدة وارتجاع المرق، تهيج القولون، أكو بعض الأحيان القولون العصبي، وأيضا عسر الهضم اللي يصير بعد الصيام، وبعض الأحيان يكون في وقت رمضان وبعض الأحيان لا يكون بعد الصيام مباشرة. جيد جدا. زين أكيد أكون مثلا مجموعة من الأعراض تختلف من شخص لآخر عند حدوث هذه الاضطرابات، وهل مثلا خلينا نقول لي الأعمار سبب أنه مثلا باختلاف هذه الاضطرابات، أم كلها يعني خلينا نقول كلها بسبب نوعية الأكل اللي يتناوله الشخص؟ هو طبعا الاضطرابات اللي تصير عندنا بعد الصيام احنا نسميها اضطرابات وظيفية. أكو اضطرابات وظيفية وأكو اضطرابات هيكلية خاصة بجزء من الجهاز الهضمي. الاضطرابات الوظيفية تصير بسبب الخربطة بالأكل. طبعا احنا نفرط بالأكل بعد الصيام، نجي نخربط بالأكل، نزيد الوجبات، ممكن ناكل أكثر من وجبتين أو ثلاثة بعد صيام 12 تناول الصورة سريعة هم بالضبط 12 إلى 16 ساعة إحنا صايمين، نجي نأكل وجبات دسمة، فيؤدي إلى أول شيء راح يصير عندنا انتفاخ، راح يصير عندنا غازات كلش هواية، بعض الأحيان يصير ألم لوية بالبطن، هواية يجون للطوارئ يعاني من هاي المشكلة إنه لوية يصير بالبطن بصورة مو طبيعية. بالإضافة أكو بعضهم يصير عندهم استفراغ ولعبان نفس، بالإضافة إلى ممكن يصير تهيج بالقولون، وأيضا ممكن يجي نزف من أسفل الجهاز الهضمي. جيد جدا. زين خلينا نقول هي هاي هذا يعني كل هذه الاضطرابات ممكن أن تحصل بسبب عادة من العادات اللي يجوز إحنا نسويها أكيد أثناء فترة الإفطار أو بعد فترة الإفطار. أكيد. فشنو هو الطريقة الصحيحة أو شنو هي الطريقة الصحيحة اللي من الممكن أن نبدي بها إفطارنا حتى نتخلص من هذه العادات السيئة أو الاضطرابات اللي تصير ويانا؟ هو بالبداية لأن إحنا كنا صيام 16 ساعة فلازم نبدي وجبات خفيفة.
يعني احنا دائما متعودين اول يوم العيد كاهي وجيمر، بعض الاحيان تمن ومرقه اول بدايه العيد. هاي طبعا راح نسوي صدمه للمعده لان هي متعوده على الصيام، وبعدين ناكل الوجبه وراها. هذا الاكل لازم نتجنبه، انه يعني نحاول انه ناكل وجبه خفيفه بعد بدايه يعني بدايه الصيام، عفوا بعد نهايه الصيام، بالاضافه الى انه لازم نزيد من شرب المي، نقلل من الشغلات الدسمه الدهنيه، او حتى اذا ما نقلل نحاول انه ناكلها بس على فترات متفاوته، ما ناكلها في وجبه واحده، نزيد من الالياف لان الالياف كلش مهمه حتى انه نعدل حركه القولون بعد الصيام، نحاول انه ناكل اكلات خفيفه، نحاول انه نتجنب ما ننام مباشرة بعد الأكل، وهذا كلش مهم. نحاول إنه نتحرك بعد الأكل، يعني إحنا دائما نقول اتعشى وتمشى، لأن الحركة كلش مهمة لحركة القولون أو حركة الأمعاء حتى ما تصير عندنا خربطة. جيد جدا. زين، بعض الأحيان مثلاً أكو أشخاص صار عندهم مشاكل مثل ما ذكرتي هضمية بعض يعني بعد الإفطار، أو خلينا نقول بالعيد لكون الجسم متعلم على فترة صيام يعني لمدة 30 يوم وكل هاي التفاصيل. شنو هي الأشياء اللي خلينا نقول مثلاً اللي من الممكن أن تساعد؟ يعني بعض الأحيان نشوف ناس يجون مثلاً إلى العلاجات اللي نعم. يعني البروتوكول العلاج اللي إحنا متعودين عليه. إحنا نقدر مثل ما نقول يعني نوعية الطعام وكمية الغذاء اللي نتناوله نقدر نتحكم بحصول هذه الاضطرابات أم لا؟ طبعاً هو أكيد، هو إحنا دائماً يصير عندنا هاي الشغلات تكون بسيطة، يعني هي يعني تكون بعد الصيام فترة، يعني بداية الفتح الصيام نقول، فإحنا شو نحاول إنه الأكل مالتنا يكون الدسم نقلله، نبتعد عن الشغلات اللي تكون بها دهن هواية، مثل ما قلنا نشرب مية هواية، ما ننام مباشرة بعد الأكل لأن هذا راح يؤدي إلى اضطراب بحركة القولون والمعدة. كل هذه نحاول إنه نسويها بعد الصيام لأن حتى نحصل إنه ما تصير عندنا هاي الخربطة والحموضة والحرقة وهاي السؤال. زين، على طاري هذه الحموضة والحرقة اللي ذكرتيها، هاي تصير عند أغلب الأشخاص أكيد. يعني لأنه يجوز مثلا طريقة تناول الطعام كانت سريعة، أو مثل ما ذكرتي أنت ذكرتي في نصيحة كلش مهمة اللي هي عدم النوم بعد الطعام، ويجوز مثلا أكو ناس لا تفضل النوم بعد الطعام بعدين من تنام تأخذ هاي القيلولة الصغيرة وتقعد راح تلقي أنه مثلا عندها فد حموضة معينة أو مثلا فد ألم بالمعدة. شلون نقدر نتخلص من هذا الموضوع؟ أكو فد علاجات نقدر مثلا ناخذها أثناء فترة الإفطار يعني، أو مثلا بيا ما يأذن ونريد مثلا نفطر أو نبدي نتناول الوجبات الخاصة بينا، مثلا أكو فد بروتوكول علاجي نقدر ناخذه أو نلتزم به حتى نتخلص من هذه الحرقة؟ هو احنا اكو لازم نفرق انه اكو حرقه واكو حموضه. الحرقه بالمعده تكون هاي اللي تكون بعد الصيام، او مثلا من ناكل وجبات دسمه ما عندنا مشكله بالمعده. الحموضه هو زياده بافراز الحامض بالمعده، هذه تكون بعض الاشخاص عندهم مزمنه، او مثلا عندهم بسبب قرحه بالمعده فيصير عندهم زياده بحامض المعده. فالحرقة هي أنه يحس أكو فد نار أو حرارة صاعدة أو نازلة من المرق أو من المعدة، يحس أنه أكو فد حرقة. هاي الحرقة نحاول نتجنبها أنه نقلل من الشغلات اللي تزيدها، مثلا المقالي، الفلفل الحار، الحمضيات، هاي السوالف اللي تزيد الحرقة. بالإضافة إلى أنه أكو بعض الأشخاص من ينام لازم نقول له زي صعد راسك من تنام على مود لا يصير أكو ارتجاع بالمرق حتى أنه يتجنب هاي الحرقة. بعض الأحيان نلجأ للأدوية، بس طبعا استشارة الطبيب حتى أنه نخفف من هاي الحرقة، وطبعا إذا استمرت بالأيام اللي بعدها لازم نستشير الطبيب أنه نشوف احتمال نحتاج ناظور معدة حتى نشوف شنو سبب الحرقة، أو ممكن أنه نحتاج بعض التحاليل حتى نتأكد أنه المعدة ما بيها شيء. جيد. زين، هل من الممكن يعني لا سامح الله أنه مثلا أن يصل الشخص لحالة أنه مثلا بعد ما يقدر يصوم بسبب حدوث هذه الاضطرابات بصورة كلش قوية عنده، وشو كنت يبلش يحس نفسه انه هو وصل لهاي المرحله حتى يعني مثلا ياخذ حذر من عندها؟
أكيد هو الأشخاص إحنا دائما بعد قبل الصيام يعرفون نفسهم إنه مثلا عندهم حموضة معدة أو تهيج قولون، هذول يراجعونها من قبل الصيام حتى نرتب لهم إذا شيء مزمن نحتاج بعض الأدوية نتابعها في وقت رمضان وما بعد رمضان. أما إذا هو فد شيء يكون مؤقت في وقت رمضان أو بعد الصيام نحتاج بس إنه نرتب الأكل مالتنا، نزيد السوائل، ناخذ أشياء تقلل من مثلا الحموضة أو الحرقة أو الغازات حتى إنه نتخلص من هاي الأعراض كلها. إذن اختصاصية الجراحة العامة والناظور الدكتورة زهراء أحمد، شكرا لك وشكرا لكل التفاصيل اللي تكلمتي بها. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير، شكرا لك. مشاهدينا الكرام راح نكون مستمرين وياكم بحلقة اليوم، ونذكركم بهاشتاغ حلقتنا كيف تقضي أول يوم العيد ومع من. فخلينا نرجع نقرأ المزيد من التعليقات اللي شاركتونا بها بصفحة قناة الشرقية على الانستغرام. طبعا كثير كثير من الأشخاص عندهم ذكريات بأول يوم العيد، يعني فرح كاتبة: أنا كنت أجمع العيديات كلهن، أقعد الصبح أجمع العيديات كلهن وأرجع الظهر أخذهن وأخليهن جنبي. يعني قلت لكم أنه فرحة العيد هي بالعيدية، وبنفس الوقت يعني خلينا نخلي العيد هو باب للتسامح وباب ل يعني السؤال عن الأشخاص اللي قد يكونون غائبين علينا، أو مثلا التواصل معاهم في سبيل خلينا نقول أنه هو خلاص أنه العيد فرحة والعيد هو عيد تسامح. مشاهدينا الكرام راح نرجع نقرأ المزيد من التعليقات، لكن من بعد ما نروح وياكم لهذا التقرير. في قلب المائدة العراقية يحتل الخبز مكانا أساسيا، حيث تتميز كل منطقة بإبداعاتها الخاصة في إعداد أنواع متنوعة من الخبز تلبية لرغبات أهلها والطرق المتبعة في الخبز. في محافظة السليمانية يبرع أهاليها في تحضير خبز الكليرة أو خبز الدهن وأيضا الخبز الصاجي، الذي يعد من الأمور البسيطة والصحية لأهالي المناطق الشمالية نظرا لخلوه من المواد الحافظة، ويشهد هذا الخبز إقبالا كبيرا في شهر رمضان خصوصا في وجبة السحور. حتى نتعرف أكثر على هذا التقليد خلونا نتابع هذا التقرير سويا. احنا بمناسبة شهر رمضان المبارك عندنا طلبية كثيرة على المجموعة من الأكلات الكردية وخاصة الكليرة والناوساجي، يسموه بالعربي الخبز أبو الدهن، والناوشكنة يسموه الخبز أبو الصاج، وبعض المنتجات من المنتجات الألبان هم خاصة اللبن ينكل ويا الكليرة والناوساجي والناوشكنة، وخاصة بالسحور هواية كلش هواية، لأن شيء كبداية وكقديم شيء يعود لأجداد وأبانا كتراثي، لأن كل قومية لها تراث خاصة لي، وإحنا الكليرة والناوساجي والناوشكنة يعود التراث مالتنا. هذا الخبز، الخبز سموه الخبز التيري، يعني عندنا نوعين من الخبز، عندنا ابو الحنطه وعندنا ابو الشعير، والحنطه والشعير، وخاصه الخبز التيري يطلبون له طلبيه هوايه عليه، والمده الصلاحيه يعني مده مالتها 3 شهور، وخاصه بمناسبه المده الصلاحيه لان خاليه من المواد الحافظه والخمره والسودة. انا بالاهل السليمانيه، كلنا العملاء من هاي المصنع بيصنع الخبز من أنواع الخبز لأهل الأكراد، أهل الأكراد يحبون كل أنواع الخبز من زمان في المصنع، كل المصانع من زمان ما بها الأنواع الخبز، الخبز اللي إحنا يتعملون ويصنعون ما بها مواد الحافظة وما بها السودة وما بها خمرة، الأكراد يحبون هذا الخبز. إيه خفيف، وعن جد قيمته اللي بيصنعه منتاج بطريقة احترافية. أكثر شيء الخبز والنوساجي، النوساجي تحبون الأكثرية الأكراد، أهل الأكراد يتحبون هاي الخبز، هاي الخبز. أنا
أني أشتغل هنا مع مجموعة من البنات. طبعا برمضان أكو أكلات كردية شعبية مرغوبة في هذه الشهر، الناس أو المواطنين يحبوها مثل نوصاجي، خبز بالدهن، وكلانا، عجين وبصل، وبعض من الأكلات الأخرى، وأكثر الطيبات على أكل وقت السحور، لأن هذه الأكلات تكون خفيفة على المعدة، ما بيها صودا ولا أي مواد حافظة. بالرمضان نأكل على مدى الرمضان يأكلون الخبز الخبز من صاج، والخبز بالدهن، والخبز كردي، يعني كل شيء كردي يأكلون على مدى رمضان، الشيء أحسن بدون مواد حافظات وبدون أي شيء، يعني كل شيء أحسن. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، وتابعنا وياكم هذا التقرير من محافظة السليمانية، وتعرفنا على خبز الكوليرا. طبعا يتفننون ما شاء الله أهالينا من محافظة لأخرى بإعداد مثلا فد خبزة معينة، أو مثلا فد طبق يعني طبق معين. يعني هسه أنا أتوقع أكو نوع من أنواع الخبز يسموه خبز الطابق، وأكو خبز يسموه أيضا خبز سياح. هذا هم نوع من أنواع الخبز اللي من الممكن أنه إحنا مثلاً نشتري، أو مثلاً نقدر نطلع طريقته من على الإنترنت، أو واحد من الأشخاص اللي الخبيرين بصناعة هذا الخبز أو إعداد هذا الخبز من الممكن هم أنه يساعدنا، أنه مثل ما نقول نوظفه بالمائدة الخاصة بنا. طبعاً بالتأكيد مشاهدين الكرام، إحنا راح نرجع ونذكركم بهاشتاك حلقتنا مرة أخرى حتى نعرف أنه أنتوا وين قضيتوا أول يوم بالعيد ويا من. فخلي نشوف ونقرأ شوية من التعليقات اللي شاركتونا بها. طبعا سجا كاتبة أتذكرها، كانت أيام أحلى أيام، من كلنا نتجمع ونروح كلنا البيت واحد. حاليا كل شخص بينا صار بدولة معينة في سبيل توفير مستقبل إليه. طبعا يجوز سابقا مثل ما نقول كان فراق الأشخاص العزيزين علينا صعب بسبب صعوبة التواصل، هسه مثل ما نقول نقدر نتواصل وياهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو مثلا هذه البرامج اللي احنا دا نستخدمها بالحياة اليومية، هذه هم شوية تهون علينا. فخلينا نقول سابقا صحيح كان فراق الأشخاص أو الأصدقاء هو من أصعب الأشياء، ويجوز نفتقدهم بالعيد. طبعا إبراهيم كاتب، أنا كنت أول يوم العيد أجمع كل أصدقائي ونروح لمدينة الألعاب، وكنا أيضا نشارك من كل شخص فد مبلغ معين حتى نلعب كلنا لعبة معينة نلعبها سوية. طبعا مشاهدين الكرام رح نرجع ونقرأ المزيد من التعليقات، لكن من بعد ما نروح وياكم لأخبارنا المنوعة. بعد شهر رمضان يأتي التحدي الحقيقي في الحفاظ على عادات صحية، يؤكد الإخصائيون في عالم التغذية العلاجية على أهمية استراتيجية موازنة العودة الهادئة للنظام الغذائي الاعتيادي، وينصح بالبدء بأطعمة خفيفة وسهلة كالزبادي والفواكه، وأيضا شرب كميات وفيرة من السوائل للترطيب، وأيضا تجنب الأطعمة المقلية والسكريات لمنع عسر الهضم. مع مرور الأيام يجب اعتماد نظام غذائي متنوع يشمل جميع العناصر الغذائية، مع التركيز الأساسي على الألياف والبروتينات الخالية من الدهون لدعم الشعور بالشبع وصحة الجسم. يؤكد الإخصائيون على ضرورة الاتزان وتقليل الدهون الغير صحية، مشددين على أن العودة إلى العادات الصحية بعد رمضان هي بداية رحلة نحو الصحة المستدامة. طبعا من العادات السيئة اللي يجوز احنا مثلا نلجأ لها هي يعني بسبب فرحة العيد ونتجمع مثلا يم واحد من الأقارب، أروح المطعم نبدي ناكل بصورة كبيرة، أو نبدي نتناول الطعام بصورة مثلا ما نقول سريعة ومختلفة،
وبنفس الوقت يعني كانت مثل ما نقول يعني في هاي الأشياء ما نحس بها إلا بمرور الوقت، من يبدي الأكل ينهضم إحنا رح نبلش نحس بهذه المشاكل وتصير عندنا مشاكل بعسر الهضم. طبعا مشاهدينا الكرام رح نكون مستمرين وياكم وروح وياكم لهذا التقرير. يشتهر شهر رمضان بالعادات والتقاليد المنوعة، ومنها ضرورة توفير المواد الأساسية على المائدة، وتعد المخللات أو كما نسميها إحنا الطرشي جزء لا يتجزأ منها، فقد يختلف الناس في تفضيلاتهم لنوع معين من الطرشي أو لنكهة محددة مثل طرشي مدبس أو طرشي بنكهة الثوم، إلا أن الغالبية العظمى من العراقيين يشترك حبهم لهذا العنصر الشهي. فخلونا نشوف وياكم تفاصيل أكثر من خلال التقرير التالي. رمضان دائما يجي بطقوسه الخاصه وعاداته وتقاليده الخاصه، يعني يختلف عن باقي الايام من السنه. مثل هذه الايام احنا يعني نجي للسوق ناخذ الطرشي اللي هو صار ماده اساسيه من المائدة العراقيه. طبعا له نكهات وله انواع مختلفه، وكل اكله لها اكل مدبس واكل عادي، كل اكله لها نوع معين وخاص من الطرشي، يختلف من طبق لطبق. يعني اكل اللي يفضل المدبس، اكل اللي يفضل العادي حسب نوع الاكله. اكو مثلا انت الدولمه ولا البرياني ولا الكذا، كلها تختلف. يعني مثلا اكو بيهم يفضل المدبس ما يفضل العادي. اكو ناس تحب اشكال سفره الانبار قاطبه الى مو طرشي بيها ما تحلى. اكو ناس تحبها بالزيتون، ناس تحب بالالماز، ناس تحب بالفلفل، ناس تحب هذا. فطرشي الفلوجه ما يعلى عليه يعني. والله نوع الطرشي احبه بالفطور الزيتون، الخيار المدبس يسمونه هذا، الخيار المدبس والزيتون احباني. اكو ناس لا تحب اكثر بعد، اي ترى يحبه بالفلفل بالزيتون بالالمازه بالشلغم، كل منه رغبته. هذا بالنسبه لي بالزيتون والثوم العجم هذا ممتاز يعني. رمضان بالعراق إلى خصوصيات وإلى عادات اللي نقيد بيها واللي تعودنا عليها. من هاي العادات هو الطرشي. الطرشي وجبة أساسية ومعون يعني مميز بالصفرة مالتنا. أكو أكلات يعني كثيرة يعني هي اللي تدخل لازم طرشي بيها. مثلا اليوم أنا عندي باكة، فلازم أخذ طرشي. هذا الطرشي هو الأصفر والخيار والمجموعة من الطرشي. عندنا هم بعض المشاوي تأخذ مدبس ما مدبس. فالطرشي يعني أكلة طيبة خصوصا العراقية، هي بيها نكهات اللي بيها الحامض والمالح والزيتون وياه. فإحنا حقيقة رمضان إلى أجواء خاصة مثل ما قلنا، هو الطرشي وجبة أساسية جدا. إحنا عندنا يعني أنواع كثيرة يعني الحمد لله. عندنا بالمدبس، عندنا طرشي مدبس، عندنا خيار مدبس، عندنا زيتون أنواع. يعني عندنا طرشي أبو العنبة، والزيتون أكو يجيبه متبل، يجيبه متبل بالليمون، أكو متبل بالزعتر، أكو متبل بالفلفل. هاي كلها يعني زيتون نوعيات. والعالم تقبل أكثر شيء في رمضان على المدبس، يعني تشتهي أكثر شيء. يعني قاعد أشوفه أنا هيك. وعندنا فضل الله عز وجل عندنا مقدوس. مقدوس هذا شغلنا احنا نشتغله. عندنا متبل ثوم. فعندنا انواع كثيره من الطرشي يعني. عندنا مشكل، عندنا بالخال، وعندنا خل احنا نشتغل خل دبس، ما الدبس احنا نشتغله خل طبيعي، ونشتغل بالمدبس وبالعنبه. وعندنا نوعيات كثيره فضل الله الحمد لله.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ونرجع نذكركم بهاشتاج حلقتنا كيف تقضي أول يوم العيد ومع من. خلينا نقرأ آخر التعليقات بحلقة هذا اليوم ونعرف أو نتعرف على الأماكن أو خلينا نقول الزيارات اللي تسووها بأول يوم العيد. طبعاً أكو عادات إحنا كنا نسويها قبل أول يعني قبل العيد بيوم، كنا مثلاً نخلي الملابس الخاصة بالعيد موجودة يمنا، أو مثل ما نقول نحضر أشياءنا ونحضر كل الحاجات الخاصة بينا حتى ثاني يوم نروح نعايد أهالينا وأصدقائنا. طبعاً أكيد بالنسبة للشباب يروحون يزينون ويسوون هاي الترتيبات، والنساء أيضاً هم يجوز عندهم بعض التعديلات وبعض الرتوش اللي من الممكن أن يسووها. طبعاً محمد كاتب على طار الملابس، مدام كنا نتكلم هسه على الملابس وتحضير الحاجات، محمد كاتب أنا كنت أخلي الملابس فوق راسي وكل شوية أفز أتأكد بعدها الموجودات لو لا. هاي العادة أكيد يجوز أغلبنا كان يسويها. طبعاً إبراهيم كاتب صراحة أكثر شيء أفتقده هو لمة أهلي والكاهة والجيمر لما كنا ناكله بمصباح العيد. مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم. طبعاً احنا نتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي، تقبل الله منا ومنكم الطاعات. نشوفكم بحلقة جديدة، مع السلامة.